السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي تدوزوا معايا واحد النهير. كيفاش كندوز نهير من نهارات نهار رمضان الكريم؟ المهم على البنات بعد ما كنفيقوا في الصباح، انا كما كنعس حتى الفجر، كنصلي الله يتقبل وكنقرا القران. من بعد ما كنفيق في الصباح كنوض كندور بالدار شويه البيوت، كنجمع غير الفراش، ويعني مسائل هي روتينيه عاديه، ما بغيتش نسجلها لكم لان غيجي الفيديو طويل. وكان غير شويه كندخل المطبخ كنبدا الاستعدادات ديالي للافطار. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نوجد واحد الكيكه اللي كتجي بتفاح، راني قطعاها تفاح شرائح، وغنعمل فيها السنيده، واحد نصف كاس من الزيت، واحد الخماره، واحد الفانيليا، وغادي نوضع البيض، 3 البيضات اللي وضعتهم دابا في البول، غنضيف لهم الكاس من السنيده، وغادي نطربهم بطريقه اللي هي تقليديه وعاديه. البنات انا ما بغيتش نسجل لكم يعني كيفاش غنقاد بيتي، ولا كيفاش غنقاد سيجور، او ولا كيفاش، لان ديجا اللي غنسجل لكم هادشي غير الفيديو غيجي طويل بزاف وغادي تملوا منه، ما غتقدوش تشوفوه كامل. ولهذا فضلت انني نوريكم كيفاش ملي دخلت المطبخ ديالي شنو غندير شنو غنوجد. ومع ذلك راه غادي يجي الفيديو طويل شويه، غير حاولوا يعني تبعوني حتى الاخير. اذا بعد ما كنطرب الكيك ديالي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كنبدا نضيف الزيت، نصف كاس فقط من الزيت، ما كنديرش الزيت بزاف، انا بزاف تنقلل من المواد الدهنيه ومن السكريات، مع انني هنا راه عملت السكر لان هذه غياكلوها غير ولادي. غادي نضيف الباقي الزيت على هذا الشكل هذا. وكيف ما كتعرفوا راه حنا خصنا نبداو يعني الطبخ ديالنا بكري، راه يعني رمضان خصك ضروري توقفي، ولو حنا هو شهر العباده وشهر الغفران وشهر الدعاء وشهر القران، يعني الله يقدرنا كنديروا اللي قدينا عليه، الله يتقبل منا ومنكم جميعا. دابا راني ضفت الفانيليا على هذا الشكل هذا، كنطربها حتى هي. من بعد غادي نبدا نضيف ليها الدقيق، 2 كؤوس من الدقيق، والخمارة، انا في المهم انا غادي نخدم وانا كندردش معكم البنات. انا في رمضان دائما في الاغلبيه ما كنعس حتى الفجر، لان خصني نبقى حتى كنصلي، ضروري خصني نصلي الفجر الله يتقبل عاده باش كنعس ونقرا القران. كنحاول نختم ان شاء الله، وراني قربت نختمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى من الله يا ربي يتقبل منا العباده ديالنا والصيام ديالنا. كما كتشوفوا دابا راه كندخل الدقيق في الخليط ديالي ديال الكيك، غادي نستمر حتى غادي نخلط هاد يعني الخليط مزيان ويتجانس. وغادي نضيف دابا الخماره، كنعمل في هاد الخليط غير خماره وحده، حيت ما كنبغيش الكيك تجي عاليه، لان هادي اون تارت خصها الكيك ديالها تجي بحال الانجينواز، ما تجيش عاليه، تجي شويه نازله. ونضيف الباقي ديال الدقيق اللي عندي اللي ديجا راني غربلته او لا نخلته من قبل، دوزته في الغربال. ضروري الكيكه خصنا نغربلو الدقيق ديالنا باش كطلع لينا مزيانه. وانا عندي واحد المول هنايا اللي ديجا دهنتها بالزبده والقليل من رشيتها بالقليل من الدقيق، اللي غنعمل فيها هاد الخليط هادي بعد ما نكملو غنعملو فيها ان شاء الله. وغنستفق من هذاك التفاح اللي قطعته شرائح. دابا صافي راني كملتها في التخلاط ديالها. دابا المول ها هي، انا كنعمل هاد المول ديال الزاج، كتجي في لاطاخت مزيانه، وتنقدموها فيها يعني بلا ما نبقاو نحولوها من بلاصه لبلاصه. كما كتشوفوا كنخوي دابا كنعمل الخليط في المول ديالي، وغادي نعمل فوق منه هذاك التفاح شرائح، وغادي نرجع باش تشوفوا معايا التتمه. هذا هو الكيك بعد ما قاديته في المول وعملت عليه التفاح. غادي ناخذ واحد الصفاي اللي هو رقيق، وغادي نضيف فوق من هذا الكيك واحد القليل من السكر باش نعسلو هذاك التفاح اللي عندنا في الواجهه ديال الكيك ديالنا اولا ديال لاطاخ ديالنا. وغادي نعمل قليل من القرفه، لان هاد الصفاي هذا زوين كيوزع علينا السكر والقرفه بشكل شويه زوين في الكيك، كيجي المنظر ديالو زوين. ومن بعد ما غنقوم بهذه العمليه غادي نعملها في الفرن على درجه حراره 170. انا كنعمل لا شالور تورنونت اللي كتعطي يعني فرفاره، وكنخليها حتى كطيب من الفوق ومن التحت، وكنخرجها. من بعد غادي نخرجها، غادي نسقيها بواحد الكاس ديال الليمون البرتقال اللي ديجا راني عصرته وجدته. وهذا هو الكيك اولا لاطاخ ديالي بعد ما خرجتها من الفرن. المهم خاصها تكون باقا ساخنه، كنعمل لها ثقوب اما بكيوردون اولا بدوك العصي ديال الشواء، دوك القطبان ديال الشواء ديال العود، المهم اولا فوخشات كاع الا ما عندكش. المهم انا تكيتها، ودابا راني عملت ليها العصير الليمون، وغادي ندخلها الثلاجه.
وفي هذا الوقت غادي نعمل معاكم البطبوط اللي كنعمل تقريبا حتى هو كنعملو مره يومين، كنعملو ضروري مهم. اليوم ضفت ليه دقيق الشعير وغنضيف ليه زنجلان والنافع على هذا الشكل هذا، وغادي في الاخر غنعاودو بشويه زيت البلديه. ماشي دابا غادي غير نخلط العجين، وعملت فيه مليحه. وديجا غتشوفوا راه هذه الوصفه ديجا منزلاها في اليوتيوب، غتشوفوها في صندوق الوصف ان شاء الله في التحت ديال لا فيديو، في اسفل لا فيديو غتشوفوا الوصفه ديالو. غادي نعجنو وترجعوا معايا باش تشوفوا معايا. دابا ها هو عجنته، لانني راه كنفيلمي بايد وكنعجن بايد كما كتشوفوا. دابا راه عجنته وغطيته بالفيلم اليمونتيغ، ما كندلكو ما والو، غير كنجمعو وكنغطيه بالفيلم اليمونتيغ وغنخليه تيختمر. وغادي نعاودو بالقليل من الزيت البلديه في الوقت اللي كيختمر البطبوط. دابا البنات راني قطعت الخضار شرائح في هذه الماكينه هذه، اللي حتى هي راني عملت عليها واحد لا فيديو اللي غتلقاو حتى هو في صندوق الوصف ان شاء الله. غتلقاو كلشي في صندوق الوصف في هذه لا فيديو هذه. فتحتها كما كتشوفوا راه كتجي الخضار مقطعه بواحد الطريقه هائله وزوينه بزاف وساهله، يعني كنقطعوها في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا. ديجا انا كنت مسخنه المقلاه فوق النار، دابا غادي نوضع الخضار ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نضيف ليها القليل من الملح، وغادي نبقى نصوتيها حتى وكانت طيب في المقله مزيان، عاد باش في الاخير غنضيف لها الكفته والقزبر والمعدنوس. دابا ضفت القليل من الملح وغادي نخليها طيب، غادي نبقى نحركها مره حتى وكان طيب معايا. وغادي يعني غادي نعلي النار كنت انايا ناقصه، دابا زدت في العافيه باش طيب مزيان، باش طيب ما طلقش ليا الماء بزاف في الطياب، لان هذه باغي حشوه خاصها تكون ناشفه ما خصهاش تكون فيها الماء بزاف. ودابا راه كيف ما كتشوفوا البنات راه الخضار طابت. دابا غادي نضيف ليها اللحم المفروم او الكفته، وغنضيف القزبر والمعدنوس، وغادي نحرك هاد يعني غنخلط هاد اللحم مع هاد الخضار حتى يتجانسوا جميع المقادير تجانس وطيب مزيان. ضروري نقوموا بهاد العمليه باش بحال لا كنفرتو هذاك اللحم ما يبقاش مجموع معنا، باش لان هذه حشوه خاصها تكون يعني تكون كيف غنقول لكم ما تكونش يعني مجموعه هكا، تكون محلوله كامله. غنستمر هكا حتى وكان غادي تبدا طيب الكفته، ومن بعد غادي نضيف القليل من التوابل، غنضيف قليل من السكينجبير من الكمون من الابزار والزعتر، صافي فقط هادشي اللي كنعمل فيها. والملح بطبيعه الحال رانا عملت الملح في الاول. وغادي نخلي الحشوه ديالي تتبرد، الوقت اللي الحشوه تبرد البنات. دابا انا خديت الليمون اللي غادي نعصرو اللي غنعمل معاه المونغ كما كتشوفوا، انا هذا العصير يومي تقريبا يوميا في رمضان كنديرو لان ولادي تيبغيوه. دابا الحشوه راه هي كتبرد كما كتشوفوا فوق البوطه، والبطبوط راه كيختمر وكما كتشوفوها هو كيختمر. عاوده غادي نعاودو من بعد. ودابا هذا المسمن حتى هو اللي غنعمر به الرغيفات، العجينه اللي غنعمر بها الرغيفات ديالي. دابا غادي نعصروا الليمون في هذه العصاره هذه اللي عملت فيها هذه لاستيس هذه، كتجيني ساهله. كنعصر الليمون في مره بلا ما نبقى نعصر ونحط نعصر ونحط. دونك من بعد ما غنعصر الليمون ها هو كيف ما شفتو ضفت ليه المونغ. دابا غادي نطحن الجميع في التراب الكهربائي، غادي نطحن العصير ديالي، بعد ما غادي نعصرو ان شاء الله غادي نوضعو في الثلاجه باش يبرد على وقت على ما يوصل وقت الفطور ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا كما كتشوفوا راه العصير كيتعصر هكا كيتطحن، ها هو عملته في الكراف وغنوضعو في الثلاجه الحين نبغيو في وقت الفطور ان شاء الله وغادي ناخدو. ودابا غادي ندوزو البنات لهاد الرغيفات اللي عجنتهم بواحد الوصف يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله، درت غير دقيق الفينو مع الفورس وعملت معاهم شويه الملح شويه السكر خميره كيماويه فقط، وعجنتهم بالماء البارد كما كتشوفوا. راه كنبسطوا الرغيفه ديالنا بطريقه اللي عاديه بالزيت، يعني اي مره راه كتعرف تبسط المسمن هكا بطريقه اللي هي تقليديه وعاديه، وتعرفوها جميع النساء المغربيات وقيل حتى العربيات راه تيعرفوا يقادوا هذا المسمن بهذه الطريقه، غير كل كيفاش كيسميه على حسب البلاد. دابا غادي نعمل الحشوه كما كتشوفوا معايا، وغادي نطوي عليها المسمنه اولا رغيفه بطريقه اللي هي عاديه هكا. نقدروا نعملوها على شكل سيجار كيف ما غنعمل في الاخير، غتشوفوا معايا واحد النموذج باش نوريكم اللي بغى يعني كل كيفاش كيبغي يقاد الرغيفات ديالو. دابا انا عملتهم هكا كنطوي وحده الفوق وحده لتحت باش كان الحشوه كتجي في الوسط،
مضغيفات البنات راه كيجيو زوينين بزاف. انا كنفضلهم على هذيك الورقه ديال الزنقه اللي ما بقاش كتعجبني، وليت كنفضل نعجن هاد العجينه هكا ونعمرها احسن. غنعاود معكم واحده اخرى، غادي نسرحوا هاد الثانيه حتى هي. كما كتشوفوا العجينه راها لينه وطايعه معايا، راه ما دلكتهاش بزاف، غير شويه دلكتها، غير واحد شويه وخليتها طاعت. ضروري نخليو العجين ديالنا يرتاح، قد ما ارتاح العجين قد ما كيعطينا الطوع في الخدمه. كتشوفوا هي سرحتها كامله، وعندنا هنا بالقليل من الزيت، وغنضيف الحشوه. بنفس الطريقه غادي نطوي الرغيفه ديالي على شكل ظرف على اربعه، ونوضعها في اللاطه اللي فرشت ليها واحد البابيي سلفوريزي. كتشوفوا هادي راه ساهلين، يعني ما فيهمش شي حاجه اللي كيجيو زوينين. دابا غادي نكمل اللاطه ديالي كامله ونرجع معكم باش نكملوا التتمه ديال هاد الوصفه. حتى هي ها هما الرغيفات البنات من بعد ما قديتهم. دابا غادي ندهنهم بالقليل من صفر البيض مع قليل من الحليب اللي خلطتهم، غادي ندهنهم على هاد الشكل هذا باش كيجيونا يعني مذهبين دوغي، ويجيونا عاطين واحد المنظر اللي هو زوين. حاولوا تجربوا البنات هاد الرغيفات، راه كيجيو زوينين. وإلا عجبوكم البنات ما تنساوش تردوا عليا في التعاليق ديالكم، يعني إلا جربتوهم وعجبوكم كنتسنى التعليقات ديالكم. غادي نستمر حتى غندهن هاد الرغيفات كاملين وغندخلهم للفرن. كما كتشوفوا راني غادي ندخلهم دابا للفرن، صافي غنكملهم. وهذا هو الشكل ديالهم البنات، كيجيو غزالين زوينين ولذاد. عملت شكل السيجار حتى هو، الا بغيتو تنوعوا في الطبلة ديالكم تقدروا تشكلوهم في بزاف د التشكيلات. شوفوا كيفاش جاوا على شكل سيجار. وزينتهم بالقليل من الموتزاريلا من الفوق، تيبغيوها ولادي كتعجبهم هاد الجبنة هادي. وراني يلا خرجتهم من الفرن، راهم باقيين سخان. في نفس الوقت انا عملت المقلاة كتسخن باش غادي نبدا نطيب البطبوط اللي كنت قبيله خمرته. انا دابا المقلاه حطها كتسخن في الوقت اللي غادي نعمر واحد البراد ديال اتاي اولا جوج البراد ديال اتاي المغربي الاصيل. كما كتشوفوا انا النعناع راه كنعملو هكا في شويه الماء، كيبقى لي واحد المده مزيان طري. طبعا ناخذ واحد القليل من النعناع اولا عريشات من النعناع اللي غادي نقطعهم نقيهم، وغادي نوضعهم في الماء اللي عامله فيه واحد القطرات من الخل باش نحيدوا منهم ديك المواد الكيماويه اللي كيقوموا بها الناس الفلاحه. عمر اتاي ديالي يعني المغربي. ودابا ها هو البطبوطه البنات، ها البطبوط رميتو كيطيب في المقلاه. دابا راه عملت هذه المقلاه كبيره باش طيب ليا، كما كتشوفوا راه كطيب ليا داكشي كتير، راه دايرها كبيره هذه المقلاه، يعني زوينه عائليه دغيا كطيب ما كتبقايش تسناي. غادي نطيبهم البنات وغتشوفوا معايا هذا البطبوط كيفاش غيجي. ونتمنى البنات هذا الروتين ديالي يعني نفيدكم ونعطيكم افكار. انا عملت هذا الروتين غير باش يعني نتقاسموا الافكار مع بعضنا هادشي اللي كاين. وهذا هو البطبوط بعد ما طيبته وحطيته في الطبيسيل على هذا الشكل كما كتشوفوا. وهادو الرغيف. ونتمنى البنات هذا الفيديو نال اعجابكم، والى عجبكم هذا الفيديو البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه وجيم، والى اللقاء في